بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عشر كان وكب اللعبان يا آيات الثمان إيا السقالات وصورة الرعد كمدة. إلهي سبحانه وتعالى وهو نورس ورمي إنه ميساء إسمي حق يا بادل مثال كاسمر في إلهي ونورس وسيد سبحانه وتعالى وهؤلاء هو رب جودة أجيب وحي إسكليهم جمع إسكليهم هو رب جودة آنان أجيبين هذي إسكو فرطان الدنيا دان وحيالة إيا إنتا صوكا لانتو الوتي دري وحاوية لغم أخبالاي إسلامر كاسنا وحاوية هذي ثلي لهايين وإسكو فر لهايين إلا يقول سبحانه وتعالى قوة صحة أصلنا الحساب كيسة أم أيا أصلنا رو دمد كفتئن لو قبطوا أنا أخبر لك أبعثنا هي تقولنا وحاوية وإجهنم أولا إلهي وبإسلم هذا أيولا إلهي ثلاث أيانا باطل هو جهنم أيا باطل أيضا إنه ما كان تجري إنه حيث شيء بشيء سيدنا حمزة هي ما رأي قال سوي إنه يرى به جل أبي جهل أي شيء بشيء فهو نزول كي يوحى قصة على وقع عشر كينه ورأي إنه ما رأي قصة وشيئني هو آيضها كان وحى إلهي وقوة معنا يا سيد حمزة يا لغوة معنا يا سيكوين وناسن بالله شيء خير الله يبوها يا لوسي ذي أبي جهل يا لوها يدارتين يا تفاصحنا يا لوسي ذي وعيد أدق أمارك يا لوجود يسرنا يا لوسي ذي أصي يا جواها وي قاعدد وحاي مانا يسهري العبرة بعموم اللفظ الله بخصوص السبب وي عبرة وحا وي واستعام وي لفظه العبرة بعموم اللفظ وي عبرة وحا وي لفظ العموم في شاء الله خيرنا يا ولبها كتوب السوء خاصة فؤاتي مرك آيات الوعد آياتها وعدها هو إلهي خيرك وكوية بوهاي سيد حمزة يرسل نادين إيه ومن كان على قدمها إياه لليه قفت وحاوية هات كي سقادة هو أخلاق ليس كأخلاق ليس إلا ما ننت قيام الله يجاري آياتها وعيدك وشرط اللي تبوجه ديانا أبي جهل أي أرسل نادين إيه قفت هات كي سقادة هو أخلاق ليس كأخلاق ليس إلا يوم القيامة قيام الله يوم كيدي لها جاري إلهي مرت وقل سبحانه وتعالى أتمن دولو إلهي يعلم أكسون أن ما في أنزل لدجيه إليك أليك الوسو دجيه سيدك محمد كهو من ربك حق ربك على يدسو دجيه الحق متحق إنو يهي أورهم يهي كمن من لسو يهي هو إستغب أعمى مد إن دولاء كمن من لسو يهي هو إستغب أعمى إن دولاء أو أن إنتاس أنا الأكسونين أنا خمين هدنا لا يهي إنما إنك لا سمع هنا يتذكر وحاوان سمع يود إلهي أولو الألباب عقل بقوة صحيحة إنما إنك لا سمع هنا يتذكر وحاوان سمع يود إلهي أولو الألباب عقل بقوة صحيحة أصحاب العقول السليم وي دبت وحاوية عقل جنبت جلي اترع أي أوان قادنا يوي بركة دي إلهي إيري وحاوان قادنا يوي وحاوان سمع يدك عقل جلي ذاتك عقل على استفاد قول إلهي نوشي ذي الذين أولو الألباب كاسوا أيون إلهي يوفون أوفناي بعهد الله إلهي جل فيس أوفناي ذاتك عقل على هو صدا وي أدوها هو يقف عن استفاد كان السلهين إلهي أولو الألباب في القرآن كما يلبض أنه كتفين ذاتك هو عقل كان السله هديو حوية أي سلام هوايان أو صفات كان لجواي عقل لغم حساب صار الذين أول الألباب كسوء يود إلهي أما وحال يود كلام زال وسوء قدر ثلاثة خبر لغدي كرا وهم أول الألباب كالذين سوء ما صور لجدهم يوفون أوفنا يد أهل الله إلى بلنتي بلن خلقو قد سوي مرسي على مدرسة هايان أما سأهد لما أنت سألوا لكذا وأن صامرني ما أنت إلهي ألفت بربكم ونعي وقالوا بلعوي مركا هو بلن كإلهي أوفنا وود إلهي الألباب ولا ينقلون الميثاق بلن كان أنبهيني ولا ينقلون الميثاق بلن كان أنبهيني لترتيب بترتيب إيمان وي بلن كل بريه وحاوي إيمانك أو لغتغو أما فرائشة لغتغو وحكست أو أدونك الوخ اللي فيه أو لغتغو بلن بحوي
الذين عيودا عزين الله سبحانه وتعالى والذين عيودا إلهي والذين أولو الألباب كاسو استفادنا والله عليه سلاسلنا أيونا وفرطا غبا والذين كووا يودا إلهي أولو الألباب يطلون حريرنا ما في أمر الله إلهي وأمر به ماذا أن يطاء المحيش والذين أولو الألباب كاسو يطلون حريرنا يودا إلهي ما في أمر الله الله وأمر به ماذا أن يطاء إلا حريري فهو أول إيمانك إلهي يرسشي صلى الله عليه وسلم فلا بدل لحريش يوحى صعبا مارك يوحى مدوي مارك إلهي يقول سبحانه وتعالى والذين كووا يؤلوا الألباب يصلون حريرنا ما في أمر الله الله وأمر به ماذا أن يوصل إلا حريش وحي إلا حريش الله يكفر إلهي حريش الله يكفر أي حريرنا جاوي معنوه هوي إيمان ضي لا إيمان أيام مع شروط ديسة ومع الأرسام ديسة ومع الآلات ديسة أيها الوريكي ذا أيها الإيمان أيها فحنكنا واقع لابد المحاية لنبقى نحول عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى إلهي وحو لي حديث الغصة أنا الرحمن أنا الرحمن أيانا خلقت الرحمة رحمك أيان أبو ريقى لابد وسقفت لها وحانا أطنب لي اسما مدع هو من اسم اسم كي يسمده فمن وصلها قصة حريرية وصلت وان حريرنا يا ومن قدع قصده يا قرابنا قدعت وان قوينا يا مرنا الرسول كان نزول عليه الصلاة والسلام الرحيم معلقة بالعرش يا ودهي رحمت وحي كحرمت يكود لقنت يا عرش ده فقولوا وحينا لا دهي من وصلني وصله الله قصي حريش الله حريش ومن قدعني قدعه الله قصي قوينا الها أقوي مرت هذا وحالي قرابنا حريرين تيرا ضدك وفك لدوين قال هذا حرير كيد هذا حديث كان لغوش هذا وقال لي بدك مركز خير يكوك على نقونا يا مركز هذا وحي نقونا إيسا معروف إن لب في أوح معروف الله يطمعي إن لن نفقعي إنت أود أي تأسا وقال لي قفك أوح أوي حوالها هيسا إن الحولي سأوك حرير يا أيال الدون يا قفك فقير كان وحال الدون يا إنه إستغن ودي فرفورا هي كلام وناسا هي مركزة وحوية إنه صواب وابضو أرمها سنو سمية لدونية مركزة هذا قفو البسيط حالة ديس أيكي أيو قرابة وحرينية كيف وحاكم إذا ما سلم تواجد لناس ضدك اللي يسجع ليكي مرير صلب وابضو وحيان بضنوع اللي سيوكو بسر معايا لنبقى وحودا التواجد مع الناس نتف العقل يوضح ضدك الله يسجع ليكي عقل جنسي سوي حديث نواة صوحي وخالق الناس بخلوق حسن ضدك كل معاملة ضدك عدو ناسن توادك وحالي وهلي كرهالي وضدك وحوف وجع لا كرا ضدك أسوء حوليس كاهو جيوم حبطة فين انا اضوح القصير ضدك أليك كجوية ايها بسكحرين انا اتعطي سقطة خضلمية ساس ايالغ وجع لا كرا حالي لضدك بيوحة سوء اركان وضدك كجوية ايها بسكحرين نيسيد اتا اساجع لها مستقبل أدنى الله يقول سبحانه وتعالى ويخشون كعب صناعي ربهم هدوا هذا كعب صناعي وقوى حريرين يوئي إلهي وأمري إلا حريري ويخشون ربهم هدوا هذا كعب صناعي وعيث إلهي كعب صناعي أبيه وحوي وحياديه إلهي وجودي ذاتك أصاب على الوشي عطبها كل عيسوي إلهي ويتهي بيسنا إجلالا وتعليما ويقول وينينا الله سبحانه وتعالى إلهي غيث كما بقعيان ملا من صناعي وحي إلهي ستوهر سبحانه وتعالى ويخافون وحي كعب صنع يا نور إلهي هو الحساب حساب كيسة أي كعب صنع يا نور إلهي تتقل الألباب كان ويخافون وحي كعب صنع يا هو الحساب يا إلهي حساب كيسة أي كعب صنع يا والذين كوا ويود إلهي للألباب صادنا صبروا صبحي أما سوى الذين أولي الألباب كاسو صبروا صبحي أو داعا كو صبري بلايا كو صبري معاصرة كو صبري صبر كو سجح لا صيغود ويه الصبر على الضاعة وعلى البلاء وعن المعصية ويش فهو يضاع هذا الوصف محايا لضاع هذا ضبع الثلاثة بل هذا المصائف تقدر إلهي وضع الوصف معصية الله قصف ابتغاء وسي ربهم رب قوضة اللي هي سدلت فيه صدرات يدون إلهي صبروا صبري وضاع هذا كل صبري بل هذا كل صبري معصية كصبري ما هنا أجالا ابتغاء وسي ربهم ضرب وسي ربهم رب قوضة يجي في قلبايا إلهي سبحانه وتعالى هم هي سئنا يهلان أي دين يانو أهم تأثى مين يان
ee ilaahay qeyrkiis u samayn maayaano makhluuq macnaha basa amuuro adduunyo daraaddeeda u safi maayaan. waxaa laga yaabaa dadka qaarkiis inay adduunyo u safraan oo adduunya helaysaa waxaan u dul qaado saas uu isleeyahay. taas waxa weye waxba sari maysa weye. waxaa la rabaa ilaah ilaahay idoo la dalbaayo in waxyaabaha masaa'ibta ah lagu sabro iyo daacada macaasidana laga safro wey. saasaa la doonaya wey. marka saas ayaa la doonayaa. marka hadda waxay yidhi sabarka waxaa ugu darajo sareeya la yidhi sabarka laga safro shahawaadka laga safro wey, macaasida laga safro. maxaa yeele waa martabada owliyada iyo sadiiqiinta ayaa sidaas ahaa la yidhi. marka sabar loo sabrana lama rabo in lagu yidhaahdo oy dadku ku dhahaan ma aqmala sabrow, ay ku yidhahaan war sabarkiisu maxuu kaamil badan yahay, maxuu ninkaan xoog badan yahay, amase oo u sabro yaan lagu ceebaysan inuu isyidhaahdo ama yaa cadowgaa kuu farxin wey. waxyaabahaas markaasi waxyaaba wax kale maaha, maxaa yeele kayri wasilaahi waa. marka falliga sabarku iska leeyahay ilaahay daraaddiis loo sabro aad iyo aad buu u weynha wey. maxaa yeele ilaahay waa suu dhahay wabashir isaabiriin waa suu dhahay saabiriinta u bishaaray. waxaa la wariyaa la yidhi maalinta qiyaama markii la gaaro mid naadinaya ayaa naadinaya, markaas wuxuu leeyahaa la yidhi liyaqum ahlu sabr, yuu leeyahay dadkii ahlu sabarka ahay ha istaagaana ayuu leeyahay. fayaquumu naasun min annaari, dad ayaa waxay markaasi kasoo qumaayaa naarta xaggeeda. markaasaa waxaa luu leeyahay indaliquu ila aljannati, jannada taga. markaasaa waxaa la kulmaysa malaa'igta, markaasay waxay leeyihiin ilaa ayna xaggeed u socotiin. fayaquumu naasun min annaasi, waxaan meeshaas u ilaynay nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam xadiiskaas uu ahay mid baa naadinaya. markaasu wuxuu leeyahy dadkii ahlu sabarka ay istaagaan, dad oo dadka kamid ahaa soo joogsanaya islama siba ee hadda maaha naarta meesha kusoo joogsanayaan. markaasaa waxaa loo leeyahay jannada aada, horayba jannada ka aada. malaa'igtaa la kulmayso markaasay waxay leeyahy war xaggee usocotiin, markaasay waxay leyhin jannadaan u soconaa. kolkaasay malaa'igtu leeyahin qablal xisaabi, xisaabku idoon laydin xisaabmaa janna iska aadaysin. markaasay nacam leeyahaa. markaasay malaa'igtu waxay leeyihiin yaasmiidin, markaasay waxay naxnu ahlu sabri, dadkii ahlu sabarka ayaana. markaasay waxay leeyihiin wamaa kaana sabrukum, sabarkiinu muxuu ahay. markaasay waxay leeyihiin sabarnaa calaa anfusinaa calaa daacati illaahi, naftayna ayaan waxaan ku sabar siinay daacada ilaahay. wa sabarnaaha can macaasi illaahi, ilaahay macsidiisana naftayna waan ka sabar siinay. wa sabarnaaha cala albalaaya waalmixani fi dunyaa, waxaanu ku sabar siina haddana balaayada iyo mixnada adduunyo. markaasay malaa'igtu waxay leeyihiin salaamun calaykum bimaa sabartum fanicma cuqbadaari ilay, nabadgelya korkiina ahaato sabarka aad sabarteen sababkiisa, waxaana nimcalahay leeyihiin daar ciribteeda oo waxa weeye jannad ahaasi ilayn u taaniyeynaya. taasna hadda ilaahay aayadahan u noogu sheegaya. markaasuu dhahay ilaahay subxaana watacaala ibtigaa'a wajhi rabbihi mawd, ilaahay rabbigooda wejigiisa dalabkiisa u sabraayo u dhe ilaahay. oo wa aqaamuu oogeen u dhe ilaahay asalaata salaada oogay, wa aqaamuu salaata salaada oogay, wa anfaquu nafaqeeyey daacada wax ku bixiyey, mimaa fii xaggiisana wax ka nafaqeeyey, rasaqnaahum aanu ku asfuqno u dhe ilaahay siran si sir ah iyo wa calaaniyatan si daahir ah, wa aqaamuu salaata salaada oogay u dhe ilaahay, wa anfaquu nafaqeeyey mimaa fii wax ka nafaqeeyey, rasaqnaahum aanu ku asfuqno u dhe ilaahay siran si sir ah iyo wa calaaniyatan si daahir oo muuqan, wayadra'uuna haddana daafacaayo u dhe ilaahay oo reebaayo bilxasanati xasanada wanaagga, asayiata xumaanta ku reebaayo, sida jahliga oo xilmi lagu reebo, dhibka oo sabar lagu reebo, wayadra'uuna reebaayo bilxasanati xasanada u dhe ilaahay, asayiata sayi-ada ku reebaayo. ulaa'ika kuwaasoo dhe ilaahay lahum waxaa u sugnaaday cuqbadaari daarta ciribteeda u sugnaaday. ulaa'ika kuwaas lahum waxaa u sugnaaday cuqbadaari daarta ciribteeda. alcaaqibatu almaxmuuda weeye, ciribta la mahadiyo oo daarul aakhira ah, waana sida tan weeye cuqbadaar. jannaatu cadmi bedelna waa laga dhigi karaa, magaadihii jannadeed yaa u sugnaatay, amase hiya cuqbadaarku intada lasoo qadaro jannaatu cadmi magaadihii jannadeed weeye. yadkhuluunahaa xaal ay gelaayaan un ilaahay ayaga iyo waman duul salaxa suubanaada oo min aabaa'ihim aabayowgooda kamida, wa aswaajihim haweenkooda kamida, wa duriyaatihim caruusooda kamida un ilaahay, ayaga ayaa jannada gelaya u dhe ilaahay iyo waman duul saraxa suubanaado macnaha xumeeye weeye, oo min aabaa'ihim aabayowgooda kamida u dhe ilaahay
يو أزواجه ما وين قادة يو ذرياته مع هو طور أما القادة قال إيه بس ثمينه درجات قادة أيه هانا جان أيقو أيق الله كرامين أيه أيق الله كرامين أيه دي لهي لهذا نقول سيدونا وطورة وطور أيام سيدونا والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم أيام سيدونا والملائكة ملائكة يو الإلهي يدخلون ويقول يعني عليهم فرقاد الإلهي بكت وناسنو وحوي أول الباب من كل باب الباب أنت كل يسوع جلاه أو أبواب سجنة كاملة والملائكة ملائكة الإلهي يدخلون ويقول يعني عليهم فرقاد من كل باب الباب أنت كل يسوع جلاه وحين ليه سلام نبتجل عليكم كرسيناها سواء عن هذه السين سلام نبتجل عليكم كرسيناها بما في سوء كيسة صبرتم على صبرتين وإذا الدنيا على الصوء صبرتين نبدل فرسينها فنعم وحانا نمع له إليه عقبة داري دار سأركاب عيان نمع له وعقباكم يعرفين نمع له فنعم وحانا نمع له إليه عقبة داري دار سأركاب مركة هذا إنت هتوعوي صفات إلهي سبحانه وتعالى ونوغت هذا يدفل أولي الألباب أي إلهي سبحانه وتعالى نوستكي صفات كأيين كليهين معي لبكي لبقى يبوضع هايين وامرتها سوى حوية أولو الألباب ضد أحيك وكاين توضعوا حوية كفاروي معي لإلهي نوزة سيري سبحانه وتعالى حسرت بلويسي روح أكتون وحقانو كبو سيد الجنة وان حق الله تعالى سيد الجنة حق إن يجينه رمي مدء الرغلاء ملك سيد لا أي هذا وعاو وانصمها يولا مرتها سوى الألباب كاو وانصمها والألباب كيف أمرت إلهي نوزة سيري مدك أعمها أهاي وصفات سادة عن روسه وشيئين أبو جهل إيه ومن حذاء حدوه أيها هل كان إلهي سيشيك دون أحدنا إلهي ذوري ورب الله أبنى يوي والذين قوى عيوب إلهي عائلة عادة كتابة إلهي وحافظ رسالي مرك إلهي أو شاغ أو صافت أهل السعادة بك الليباني صفات كوضة مرك وشاغ وحور رعطينا يا بك أهل الشقاء وضع صفات كوضة وي مرك هذا مدانا أو صافت أبي جهل وي إيه قفت السعور هاتفين فقال إلهي ومن قيام الإنسان روسه ومرنا والذين قوى عيود إلهي ينقضون بهنا أهدى الله إلهي بل انتيس بهنا من بعد النساق والتنتيس كبعد وهو يغضعون بهنا ما في أمر الله الله أمر به ماذا أن يوصل إلا حريري وهو يسدون فتهادنا في الأرض أغلق فتهادنا أولئك قوى صوت إلهي لهم محا أصو ناسي اللعنة اللعنة يا أصو ناسي نحريس إلهي والذي يصدق هذا ولهم محا أصو ناسي إلهي فهو الداري دارت تتالحون ايا اصونا فلذا هدى اللي سوى الشيء قاعد حق يروي هو الهي يقول سبحانه وتعالى بلنك الهي بهنا مركب بلنك الا اكتير بعد يره هدنا الجينة ويقضعون الجينة ما امر الله وحي الله وامر به ماذا ان يوصل الا حريري هو يسدون فتهادنا في الارل اغلبنا كفر ايا معاك كفر تهادنا اولئك قوى صوت الهي لهم حا اصونا دي اللعنة اللعنة وي البعد عن رحمة الله وي نحريف الهي لقد عراض البعد من رحمة الله ولو ما حاوصنا ذو ليلية الدنيا هو داري دار تتابح العاقبة السيئة ويعرف وجاب آخرها تواجه نموي الله الله لله سبحانه وتعالى يبسط الرزق تشتغى كمسدين أيوه لما يشاء روح دون أيوه ويقدر ألا كان عريب أيوه يهزتغى وقفت وطوانان إلهي وكعب إياه وفرضوه ويفرحانه لله كفاري بالحياة نرشي كفرحان الدنيا أرده ويرود إلهي وما الحياة نلص معهن الدنيا أرده في الآخرة في جنب حياة الآخرة آخرة نلص إلى ديلا قرب بيه إلا مساء مساء مويان مرك هذا عيدة سواح ميسا الوقيان هدي إلهي سبحانه وتعالى ونلص وها مؤمنين في صفات كوري مآل كوري كفار في صفات كوري مآل كوري إلهي نلص إلى الدنيا مرك الله قفيريو وحا على عرصيا إن وحاويه حاجة هسة الدنيا اللي هو هيسو إن أيدي أكرتو إن جالدو هسة الدنيا اللي كبريان أي عافمات الكبريان وحاجة الدنيا اللي كبري سيه بس حاجة الدنيا اللي إنان أهمت اللي يكيريني بقى إلي الوشيرية والله هو هسة دانو وقسمة الله الأزريوي أي إله يو أزريوي إيه واحد ما أنت ما رفير ليه هاي فبقى أنت عيلا لوسيي ما أنا هد بركة صوت أي الله 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 يسو يرفع هسة سمسدين أيوي لمن دول أيونا أفضنا يا يشاء دون أيو ويقدر ألا وعليل يا رسل
قفكه الدعاء يوكي أريقيا وفرزوه ويفرحانه لإلهي ألمكه فريح الضدر بالحياة الوشي أيه كفرحانه لإلهي أبن يؤول ويلي وفرزوه ويفرحانه لإلهي بالحياة الوشي أيه كفرحانه لإلهي أبن يؤول ويلي والحال ما الحياة نرسو أيسان هينو لإلهي الدنيا أعدو في الآخرة في جنب الآخرة آخرنا وشيد عديل فندقه إلا مساء مساء مويس والحال ما الحياة الدنيا حياة الدنيا أيسان هينو في الآخرة في جنب الآخرة آخرنا وشيد عديل فندقه إلا مساء مساء مويس وحشي أو يرو ساسه وي قليل يتمتع به وي شي يرو الورا حيثنا جنتقه ويقول الذين قولوا حيث قولا ينور إلهي سفروك فيه قالوا ما كي يغير كذبا لولا أنزل هلا أنزل ما لدجيه عليه محمد كثيسة آية آية ما لدجيه من ربه حد فبه سما لدجيه ويقول الذين قولوا حيث قولا ينور سفروك فيه إلهي لولا أنزل هلا أنزل ما لدجيه عليه محمد كثيسة آية آية ما لدجيه من ربه حد فبه سما لدجيه كل هذا أشي النبي الله موسى هي مارسة يديسي أنا قد ما بستارح حواسي شيء غاية كل حاوتي رهود إلهي إن الله ألا يمله وقال من أيا من يشاء روح أو دينه إنه بادي أيه ووحظة آيادها سأطر مايان ويهدي ألا واهن من أيا إليه إلى دينه دين كيسة من أنابا قفت النقون أيا أيا إله دين كيسة كوه من أيا إلهي حاوتي رهود أي إن الله ألا يمله وقال من أيا من يشاء روح او دونه او ايرو وكل ما يان ويهدي الله واهلونا يا اليه حجيث من انابا قد نكون ايو داعيس او نكونيو الذين ايو دا الهي هو ايا نكونيا امنو رميي او وتدم انه اي حصلت قلوبهم لا تصاد بذكر الله الى يجيس اي حصلت فرس الله وهو نسيه سبحانه وتعالى وعاكرا سيك محمد شاهو الله والله من ايا قفك او دونه عايدنا وحكتر مايان قفك او دونه اله دين في سأيوكه من ايا او وحاوي ويهدي اليه الى دينه من اناب ايوكه من ايا من اناب الى داعتي وان لقب الجلية مكة من في عمر كاسي مفرد كاهيري ايا لقب الجلية وهذا موصول كان او جمع نقنا ايه الذين هو أيان نقنية آمنوه من يود إلهي ووصدنا إنه أي حسل يستقلوبهم لا صادوا بذلك الله إلهي ذكر يسا يتحسل يستوحيك على وحان إلهي وعدك على مسل الله شاهو ألا هوي أيود إلهي بذلك الله إلهي ذكر يسا أي أصدنا إنه القلوب قلوبة يتحسل يستعود إلهي ذكر يسا الله قلوبة يتحسل لكن ذكر يسا الله قلوبة يتحسل يستمحيك قلوب المؤمنين وي ذاتك مؤمنين ايا الله حسكيسو قلب جود وقحة الهوية ذبك كالانتود وحوية حسك الله مدون ايان قلب جودنا انكرار ايو فقبه ومدون ايو قمحة الهوية مرك الهي مرك ليه على بذلك الله صدمة من القلوب قلوب تاسو حوية وقلوب المؤمنين وي مؤمنين تقلوب صدى الولاد اله الذين قوى آمنوهم يوضى الهي وهو عملوا عمل صلي الصالحات عمات صوصوبا يوضى أيود إلهي ديب أيها اللهم أيها أصم ناري هي وحسن مآل المرجع وناسمه لإلهي الذين هو آمنوهم يوضى إلهي ناسم يوضى اللهم خبر كما قلت الذي موصول كان متدوي حق وراء لقصة فيما إلهي يهود سبحانه وتعالى ألا منهم إلهي وهو عملوا عمل فليأت صالحات أعماس صوصوبا يوضى أيود إلهي يوضى معناه هو وعلى قولة مستر من الضيب وي أما بوضعه حوية جيد أو جمال قطها لاليه أو حوية قفك راكب كاهو أو قصة عنا يخوص كذا بقلت كانوا أسوى أن تبود بيهن دوبا صاف نوال غفة شجرة في الجنة والي أطلق يدنو حوكية لا دارت النبي عليه الصلاة والسلام دارت الطقو حوية دارها مؤمنين تكمدنا وحوية وحاكدها لان عيودة كمدة عيا خجتها لاليه إلهي سبحانه وتعالى ملك أو أبو ريمجر عيا ليه هي أبح أو أوري إلا وحال لي هلية شجرة فضوها إلا مروغة ما هنا مروغ كما جلالي رسو فاكرة إلهي أورا مجلسالي لي استمار إلا وحال لي هلية شجرة فضوها وحانا خبر قبالي لأصل كذا لبئلو ووحوي إشالي لأين الخافور
يا عين السلسبيل شجرة طوبة أي صبر قدام ذلك علان كسو أيضا كمدة وحيه سنيسة ومضرا أيه سنيسة مركة مركة أهل الجنة أهل الجنة بركة وغنوة حوية أضمام تيرا أيه كصوب حدا وهل الشيء ذا أمبقوا بحالي كصوب حدا مركة وحوية وها ماشا صدرنا يحلل يحلل أي صدرنا مركة مؤمنين تأيقاضنا ينوي وها كصوب حالي الفرد أو كوريسا أيها كصوب حي إذن أو رحال كوضا وسهرات وضا أما تيرير وضا هي وح كصوب حالي وانا سنع أيها كصوب حالي مركة شجرة ذا سنوال وفترة أو ضوبة اللام تجنو نوال إلى هذا شجرة وي جنة قطة على أيها اللهم أيها أطو ناضي هي وحسن مآل مرجع وانا سنوال إلهي كذلك صدع صوك لو إلهي كان أنبياء كما أرسل الأنبياء قبل كان رسولك إلهي إليه أنبياء عليه صلى الله عليه وسلم قدرني أرسلناك فيك محمد كأوان قدرني في أمة أمد أيان قدرني أمد أسوى قد حقاقها قد حقاقها خلب أي تكي من قبلها أيضا هرسيدة أمم أمد أي تكين أمد وحوية أيضا خور أمد أي تكين أيان قول إحدرني لتضلو إنا تكو أخرسد عليهم كركوضوا لإلهي لتضلو إنا تكو أخرسد عليهم كركوضة الذي في أوحينا أن وحيوني إليس أريد أن كو وحيوني أو قرآن كاسة والحال هم أيضا يذكرون أي كفرين أيان بالرحمن الرحمن أي كفرين أيان وقال لك كفار تاوي ووحي إلهين مركي وحوية أسجدوا للرحمن الليل قالوا وما الرحمن الرحمن الدنيا ما نحرص الرحمن إليهن ما قرأنا الرحمن إلا الرحمن اليمامة رحمن اليمامة مسيلمة الكذاب وعينيك نبن ولا شيء قلوا حاوتي رعود إلهي هو الرحمن ربي أني ربي جيهوي هو الرحمن ربي أني ربي جيهوي لا إله إلا معبودة بحق في الوجود على حق الوعى بذن الكون كمان إلا هو استغموي على حق الوعى بذن مجر أو عن رحمن هي عليه الرحمن كرتيسة أيان توكلت ثلاثة أرتي وإليه الرحمن حجيسة أيان مصاب مرجحي وهذه عليه الله رحمن كرتيسة أيان توكلت ثلاثة أرتي الله إليه الله رحمن كرتيسة أيان توكلت ثلاثة أرتي أيان ثلاثة أرتي وإليه الرحمن كرتيسة أيان مصاب مرجحي وهذا ليس أن أنقنا يا وإسي حجيسة وي وإسي أن أنقنا يا ليس أن أهانا يسي وي مركع عشر سنة انت أسوك أجي ولا سبحانه وتعالى أعلم وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.